كنت انا اول طفل، فكان بيصوروني كتير قوي. دي مثلا دي كان من ضمن الصور صوراهيني، بقعد اتامل فيها وبشوف ياه الواحد كان صغير كده وانتكى حتى ماسكه الجاكيت، يعني بقعد اقول هو انا كنت بعمل كده ازاي. يعني انا ما وريتكيش صورتي وانا صغنونه، دي في المدرسه كي جي 1، كنت في سان جوزيف. دي كانت كريسماس بارتي وكنت بغني فيها وي ويش يو ميري كريسماس سولو، مش حلو بس هم اكتشفوا كده. دي اكتر صوره انا فاكره فيها تفاصيل اللي حصل فيها. الصوره دي وانا صغيره بابا كان بياخدني عند الحلاق بتاعه عشان يحلق لي شعري، اوكي. يعني دي عند الحلاق بتاع بابا، وكان فارق معايا انه حتى القص، يعني انا حباها مش حابه شكلي هو طويل قوي، لا انا حابه شكلي كده. كمان بشوف في الصوره كلها البراءه اللي انا بشوفها في ملامحي اوقات لما بتصور صور دلوقتي، بحس انها شبهي، جزء مني. في صور زمان ما بحسش انها انا، لكن دي بحس انها انا قوي. بغض النظر عن الستايل طبعا خطير، بس مش مشكله يعني. ماما جابتني قالت لي يلا نانسي هنلبس عشان نروح نتصور، عشان تصور المدرسه. دي كانت صور المدرسه. دي صوره عائلتنا في المصيف العائلي. احنا كنا بنروح اسكندريه وقت الصوره تحديدا. انا كان عندي 3 سنين، فانا مش هبقى ذاكره مش جايب، بس ماما كانت حكيالي ان هي كان الفستان بتاعي ده جديد، وكان عيد ميلاد في القاهرة. أنا مش من القاهرة، فأنا كنت بحضر عيد ميلاد وكده، فغالبا كنت أول مرة أحضر عيد ميلاد. فواضح إن أنا كنت ببص لصاحب عيد الميلاد يعني اشمعنى أنت يعني وأنا لأ. بحبها قوي الصورة دي، أكتر واحدة يمكن بحب المايو ده، كنت لابسة مايو أصفر بحبه قوي. عندي أصلا محتفظة بيه. كنا في الوقت ده مبسوطين قوي كأسرة يعني. دي صورة الطفولة المشردة، دي انا واختي وبنت خالتي وابن خالتي، هما العيله الثانيه بتاعتنا يعني. في صوره وانا صغيره قوي، يعني كنت شهور تقريبا، انا ما كملتش سنه، بحبها عشان انا بحس ان انا ما اتغيرتش، يعني نفس البصه ونفس كل حاجه من وانا صغيره. انا جايبه صورتي وانا صغيره. الصوره دي بحبها جدا علشان الفستان اللي انا لابساه ده تيتا هي اللي عامله لي. رحت لها في مره وعملت لي الفستان ده وانا بحبه جدا. روحت لماما عجبها قوي قوي، فقعدت بقى تصورني بيه كتير، عشان كده بحبه جدا. دي صورة بتاعتي أنا وبابا وماما، دي كان أول عيد ميلاد ليا، فأنا يعني بصراحة بحبها جدا. ودي صورة اتصورتها وأنا صغيرة، دي الصورة الوحيدة اللي بضحك فيها وأنا صغيرة، باقي الصور كنت بعيط فيها مش عارفة ليه، غالبا ما كنتش بحب أتصور. دي كانت سنة 87، كان عندي سنة، كنا في اسكندرية وكان بابا هو اللي شايلني، يعني هو اللي ايده هي اللي في الصوره، وكان في راجل بيعدي بيصور فوتوغرافيا وقتها، فكانت صوره بروفيشنال يعني مش اي صوره وقتها يعني. الصوره دي كانت في عيد ميلادي بقى بعدها على طول. بحس فيها ان انا كنت طفله مدلله، يعني مش ده كان العادي، بس في الصور دي لما بشوفها بحس ايه ده، الله وانا نايمه كده على بابا وماما، في دلال في الموضوع. هو الصوره دي مش فاكره لها احداث قوي لاني كنت صغيره، بس الحاجه اللي انا فاكراها من المرحله دي، انا كل صوري كان شعري نفس الستايل ده، يعني اللي هو كده. انا ما كنتش بحب اللي مش شعري خالص، وكنت طول المرحله بتاعت 4-5 سنين دي انا كنت ده منظري، حتى الصوره اللي كنت بقدم فيها الحضانه نفس الستايل. فدي اكتر حاجه فاكراها في المرحله دي، يعني ان انا كنت مشهوره اني مش بحب احط التوك في شعري. كان بيني وبين ماما كانت دايما بتحكي لي انه في مقايضه، يعني ممكن استحمى بس ما تسرحيليش شعري، او هسرح شعري بس ما تلميهوش بتوكه. فطبعا كان زي اي ام مصريه بالنسبه لها، لا يعني من علامات التربيه السويه السليمه ان هي تلملي شعري، فكنت دايما بحبطها. يعني انا فاكره كويس وانا راح اقدم لصورتي وانا كي جي 1، فهي كانت انتهزت الفرصه دي ولمت لي شعري وانا في الشارع. بابا كان واخدني حشت التوكه ورميتها واتصورت بيها، وهو راجع بيا ليها اتفاجئت انه ايه ده، التوكه مش موجوده. فبتقول له انت صورتها كده؟ قال لها اه. ودي صوره بقى ليا وانا كبيره كده، مثلا يمكن سنتين ولا حاجه، كنت لابسه باروكه بتاعت عمتي، انا فاكره يعني فاكره شويه كده. كنت شقيه قوي وكنت بتكلم من وانا عندي سنه، كنت طول الوقت بتكلم. وانا جايبه صورتين نفس المرحله، يعني هي ما صورتين شبه بعض، بس في واحده مايله راسي سن،
بس هما دول الصورتين اللي انا بحبهم يعني. بعتبر ان انا كنت طفله اموره يعني من وجهه نظري. بحب طفولتي، بحب المرحله السنيه دي يعني. بعتقد ان انا قضيت طفوله لطيفه يعني. اصلا اتمنى يعني لو في يوم من الايام بقى عندي بيبي يقضي طفوله زي اللي انا قضيتها يعني.